صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إن شاء الله يوم جمعة مبارك نتمنوه للجميع يا رب. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. طبعا موعد جديد مع موضوع جديد ودائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم. الموعد اليوم رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. واليوم إن شاء الله غادي نبداو سلسلة من الحلقات كانوا كيتسناوها الكثير من المستمعين الكرام اللي عندها علاقة بأمراض الدم أو الدم بشكل عام. بحيث غادي نتكلموا على المكونات ديالو، غادي نتكلموا على الشق الغذائي بالخصوص كانوا بزاف ديال الناس كيسولوا عليه. فهذه مجموعه ديال النقاط اليوم غادي نطرقوا لها رفقه الاستاذ محمد الحليمي في برنامجكم صحه وسلامه. فصباح الخير استاذ الحليمي، يوم جمعه مبارك ان شاء الله كنتمنوه ليك. تحيه ليك اختي عفاف، وتحيه لفريق العمل، تحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله، وجمعه مباركه كنتمنوها للمستمعين والمستمعات. شكرا لك استاذ الحليمي. اذا سلسله من الحلقات، وكان في حلقات سابقه لما كيجاو بعض التساؤلات اللي عندهم علاقه بالدم كنا دائما يعني كنعطيو غير ما هو عام، وكنا كنوعدوا المستمعين الكرام على انه هاد الامور غادي نفصلوا فيها وغادي نمشيو فيها خطوه بخطوه، غادي نشرحوها بشكل كبير في الحلقات اللي عندها علاقه بالدم. اليوم البدايه باش غتكون معاك استاذ الحليمي. نعم، هو قبل ما نخوضوا في الموضوع لابد انني نشير واحد النقطه. اولا كنشكر بزاف الطريقه اللي كيرحبوا بيا الناس في المحاضرات، لان البارح كان واحد المحاضره في مدينه العرائش، وكنشكر المغاربه والمستمعين والمستمعات فردا، وكنتمنى ان شاء الله مادام احسنوا الظن فينا نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن، ودائما كنقولوا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. نتمنى ونعطيو للمغاربه، لاننا احنا عندنا غيره على هذا البلد هذا، وعندنا غيره على هذا النظام الغذائي. الا قلنا شي حاجه وقلقنا شي وحدين شي نهار، احنا راه كنبغيو نوصلوا للمغاربه المعلومه، يعني المغربي من حقه انه يعرف المعلومه. احنا ماشي الهدف ديالنا اننا نقيسوا شي جهات، ولكن الهدف ديالنا هو اننا نوصلوها بامانه، لان هذا كيبقى الواجب ديالنا وكيبقى الحق ديال المستمعين. وبالتالي كنشكرهم وكنشكر المستمعين على الطريقه والحفاوه اللي كيستقبلوني بها. انا زعما جد سعيد بهذا زعما المستمعين والمستمعات والمغاربه اليوم دائما طيبين. ان شاء الله اليوم احنا بصدد هي تكمله، هي فعلا تكمله للحلقات ديال الاستاذ والدكتور الرائع والدكتور الطيب اللي هو الدكتور الودغيري. وشكرا لك استاذ الحليمي، لانه انا قلتها في الحلقه ديال البارح. الجميل في برنامج صحه وسلامه يعني حتى الاخصائيين مشكورين، ودائما غنبقى نقول على انه كلمه الشكر هي قليله في الحق ديالكم، بزاف كل واحد كيكمل الاخر. كنا تكلمنا على المكونات ديال الدم في سلسله من الحلقات رفقه الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، وخلينا الشق الغذائي هو قلقل هذا التخصص ديال الاستاذ محمد الحليمي. فجميل هذا التناغم اللي ما بيناتكم. نعم اكيد، وانا كنقول للناس الدكتور الودغيري قبل ما تسمعوا المعلومات ديالو، نعم سمعوا الطريقه كيفاش كيهضر، الهدوء اللي كيهضر تماما استفدوا منه. يعني علاش عرفتي اختي عفاف الهدوء ديالو منين استمدوا؟ نعم استمدوا من التخصص ديالو اللي كيتعامل مع واحد الطبقه اللي هي حساسه، هي الطبقه الناس المسنين، فتره الناس المسنين. نعم يعني هذا انا كنقول دائما الانسان نستافدوا من الناس قبل من المعلومات، نستافدوا بالطريقه ونستافدوا بهذا الهدوء، وكنتمنوا له التوفيق. وقلت انا هذه هي حلقات تكميليه للحلقات ديال الدكتور الودغيري، وكنا نهديو له تحيه من هذا المكان وهذا المنبر ان شاء الله اليوم، باش الناس يعرفوا في السلسله ديال الحلقات. وان شاء الله الا كانت فرصه ربما في بعض الاوقات نديروا مواضيع موحده ان شاء الله باذن الله، باش تكون نوحدوا، لان هذا كيكمل هذا اختي عفاف هو المجتمع. أكيد. المجتمع المجال يتسع للجميع، وهذا كيكمل هذا. انت كتعاونني وانا كنعاونك، لان شنو هي وجهات نظر؟ هي بحال واحد الدار حداك، شي كيشوفها من الكوان الاخر، شي كيشوفها من الكوان الاخر، حتى شي واحد ما عندوش شوفه كامله، مي كنجمعوا داك الشوفات كاملين كيعطينا داك الصوره الكامله، وهذا هو ما يسمى بالمجتمع. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الشق الغذائي، باش نعطي للمستمعين كخلاصه، غادي نهضروا على الدم. جو بونس انا الدكتور الودغيري غيكون فصل في هذه النقط هذه. الشق الغذائي اللي غنركزوا عليه غنهضروا على اليوم بالضبط على فيتامين بي 12، نشوفوا الاهميه ديال فيتامين بي 12. غادي نديروا حلقه على فيتامين بي 9، غادي نديروا حلقه على فقر الدم كل انواع ديالو وعلاقته بالتغذيه، وغنشوفوا الانواع، يعني انواع متعدده وكثيره. غنهضروا على الانواع اللي كتتعلق بالجانب الغذائي،
غنهضروا على المرض ديال لو فافيزم او لا نقص ديال واحد لونزيم سميتو جي سي بي دي اللي كيعطينا هذا المرض ديال لو فافيزم اللي كيكون الكريات الحمراء كيتم التدمير ديالها بالسبب والاعراض والمشاكل كلها العلاقه بالتغذيه غادي نهضروا عليها ان شاء الله باذن الله. باش في الاخر نخرجوا بواحد الخلاصه الحلقات كاملين نوحدوهم ونعطيو الناس واحد الخلاصه لانهم يخرجوا باشياء اللي هي اشياء عمليه. كنا وعدنا استاذ الحليمي غير باش ما يفوتناش باش كذلك يعرفوا المستمعين الكرام راه ما غابش علينا ان شاء الله نحاولوا نبرمجوها. الامهات اللي كانوا طالبونا بحلقات بالنسبه للوليدات اللي مصابين بسرطان الدم. نعم ان شاء الله في كامل السلسله ديال الحلقات نديروها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. في سلسله الحلقات نهضروا على اللوسيميا ونهضروا على سرطان الدم بصفه عامه وشنو المشكل ليه، لان الدم في اخر المطاف هو خليه والخليه راه ممكن قلنا حنايا جميع لان الناس كيقولوا الجينات وعلم الوراثه، انا كنقول انا امراض وراثيه عندما يستيقظ النائمون، شكون هاد النائمون؟ هما الجينات ديالنا، شكون اللي كيفيقهم؟ لابد من واحد الموقد، هو حنايا بهذا النمط اللي كنعيشوا فيه. كما عرفوا المستمعين واكيد غيكونوا فهموها، هو ان الدم ديالنا بحال باقي الاعضاء الفيزيولوجيه ديالو، عنده دوره، عنده دوره حياه. يعني التركيبه ديالو هو يصنع في واحد المكان وكيتم التدمير ديالو في واحد المكان في الدورة الحية. في ماذا يصنع؟ يصنع ما يسمى بالنخاع العظمي الموال اوسيوس. فين كاين هاد النخاع العظمي؟ كاين في وسط العظم، يسمى النخاع لان يعني جا وسط. شوف الحمد لله حنا الدماغ محمي بالجمجمة، الرحم عند المرأة محمي بالباسان، النخاع العظمي محمي بالعظم، وبالتالي القلب محمي بلاكاج توغاسيك، القفص الصدري، وبالتالي هاد الاعضاء كلها الله سبحانه وتعالى حاطها محميه في هاد الاماكن هادي. النخاع العظمي ونظرا للاهميه ديالو لانه هو اللي كيصنع لنا الدم بكل المكونات اللي غادي نشوفوها، الله سبحانه وتعالى حطوه في النخاع العظمي. النخاع العظمي باش يفهموا الناس هو مين كتشدك العظم، العظم اللي كيكون الانسان كياكل اللحم، في وسط منه كاين اللي كيعجبو بالدارجه، حنا كنقولوا كيمشش اللحم، كتلقى وسط من ذاك العظم كاين المخ، هذاك المخ هما ما يسمى بالنخاع العظمي اللي كيصنع لنا الكريات الحمراء. الوغ وسط باش نفهموا بشكل بسيط جدا، وسط هذا النخاع العظمي يتم تصنيع الدم. الدم فيه مكونات، من ضمن المكونات ديال الدم كاينه ثلاثه المكونات الرئيسيه. اولا كاينه الكريات الحمراء. شنو الدور ديال الكريات الحمراء؟ هو انها وسط منها كاينه الهيموغلوبين، كاينه لام. الوغ هذا الهيموغلوبين هي اللي كتهز لنا الاكسجين كتديه للخليه. الوغ الدم يتكون من ثلاثه الحوايج، كريات حمراء هو الدم اللي كيعرفوا الناس كاملين اللي كينقل لنا الاكسجين، كريات بيضاء ومسؤوله على المناعه ديال الجسم ديالنا كامل، يعني هذا كيتسموا لي بولي نيكليير، منهم النوتروفيل، منهم ايوزينوفيل، منهم البازوفيل، منهم لي مونوسيت، منهم لي لانفوسيت، هذوما كاملين كيجيو من واحد الانتاج ديال هذا النخاع العظمي. وكاين العنصر الثالث هما لي بلاكيت، هما الصفائح. الوغ حنا عندنا الجسم خاصو يوصلو الاكسجين، الدم الاحمر يتكفل، خاصو مناعه كريات البيضاء تتكفل، خاصك من تجرح لا قدر الله في اليد ديالك خاصك باش تسد هذاك بحال داك الا بغينا نقولو كتكون كتسد واحد السيمه، السيمه ديال الجسم ديالنا الى صح التعبير هو داك لي بلاكيت. الوغ مثلا الا تجرحتي كيتحطوا لي بلاكيت، كتجي واحد الفيبرين، كتجي من الفيبرينوجين كتجي الفيبرين كتخيط، كتخيط هذوك لي بلاكيت وكتسد هذيك البلاصه، لان الدم من المفروض انه ما يخرجش من الجسم ديالنا، ومي كيبغي يخرج الجسم كيدافع بجميع الوسائل ديالو. الوغ اذا الدم يتكون في النخاع العظمي، يتكون من كريات حمراء، من كريات بيضاء، من الصفائح. الجميل شنو هو؟ هو ان لا الصفائح ولا الكريات الحمراء ولا الكريات البيضاء تجي من خليه وحده. وهذا هو الجميل وهذا هو الرائع في الجسم ديالنا. يتسموا لي سيلول سوش. الوغ عندنا لي سيلول سوش اللي عندها واحد كتجدد راسها وكتنوع على حسب اشياء دقيقه جدا كل كان الانسان يعني يعرفها في الدقه ديالها راه شيء رائع جدا في الجسم ديالنا. الوغ الكريات ديال الدم كلها كتجي من خليه وحده. هذه الخليه وحده كتعطينا لي جلوبيل روج اللي تسموا لي ريتروسيت، كتعطينا الترومبوسيت اللي كيعطيونا لي بلاكيت، وكتعطينا اللوكوسيت اللي كيعطيونا الكريات البيضاء. الوغ شوف خليه وحده تخصصت وكتعطينا الدم.
هذا الدم هو يصنع يحتاج عناصر ومن العنصر، لان العنصر ديال الدم هو اللي وسط منه كاين باش الناس يعرفوا اللون الاخضر اللي كاين في الطبيعه فيه الكلوروفيل، وسط الكلوروفيل داير بحال الهيموغلوبين، غير وسط الكلوروفيل كاين المغنيسيوم كيعطينا اللون الاخضر، ووسط الدم كاين لو فير كيعطينا الهيموغلوبين اللون الاحمر. الدم باش يتم التصنيع ديالو كيحتاج عناصر، عناصر غذائيه منها حمض الفوليك فيتامين بي 9، ومنها النجم ديالنا ديال اليوم اللي هو فيتامين بي 12 اللي غادي نشوفوه، بان الجسم ديالنا هو يدافع عنه بواحد الطريقه رائعه، وكيحتاج الجسم انه يصنع الكريات الحمراء. غنشوفوا التفاصيل ديالو، نشوفوا النقط ديالو، ونشوفوا بزاف ديال الامور باش هكا نخرجوا بواحد الخلاصه لان الجسم ديالنا كيفاش نعطيو هذا العنصر هذا. غادي نشوف اول مكالمه باش نتواصلوا مع بلقاسم على الخط معنا من كرسيف. صباح الخير بلقاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير دكتور؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يحفظك. كلشي بخير؟ الحمد لله، الله يجزيك بخير. الحمد لله. عندي سكر؟ نعم؟ عندي السكر أنا قاسم من 91. شمن نوع ديال السكر عندك؟ الأول؟ عندي الثاني. داكوغ، كتاخذ الكينة ياك؟ لا، عطوني الاخر، عطوني الانسولين. عطوني كندير من وحده؟ كندير السريعه وكندير البطيئه. شحال من وحده عندك في الصباح، شحال من وحده عندك في العشيه؟ عندي ثلاثه ديال السريعه، وحده مع الصباح، وحده مع 12، وحده في العشيه، وعندي وحده مع العشره ديال الليل. داكوغ. وعندي مع الشبكه بحال اللي كيطبق لك فيها الدم. لا. واش كل اخر تاي كيجري الدم ولا لا؟ حسيت بيه بحال ملي كنشرب اتاي بزاف. نعم. كنحس بديك الشبكات كتسلي بالدم. نعم، كدير الفوندوي، كتشوف كدير التحاليل، لا عفوا الكونترول، ولا كتمشي عند اختصاصي في العيون باش تشوف العين ديالك. هو راني كنتبع واحد في الرباط. وشحال كتلقى، شحال كتلقى السكر عاده؟ كان العملية الأولى درتها على 8. لا، ماشي العملية، يعني شحال كتلقاني السكر في الدم؟ هو السكر في الدم كان عندي 8.30. لا لا، وبقى من قبل الطبيب حتى وصل ل 8، عاد دار لي العملية. والأخير كيوصل لي دابا حتى 10، 10.3. 10 ديال اش؟ مليغرام ديال خزان السكر. الخزان ديال الخزان. داكوغ، كتهضر على الخزان ديال الدم. وهما الاخر كيسميت العادي، خطره كيوصل للجوج، خطره لثلاثه، خطره كينزل كاع كيوصل لل 70 فاصله كذا. واخا نجاوبك. نعم، شكرا لك بالقاسم، تواصلتي معنا. شكرا لك، تبارك الله عليكم والله يعاونكم. يا رب امين. العفو، شكرا لك. تفضل استاذ الحليمي. نعم، 8 و10 الاخ كيهضر على الهيموغلوبين. الهيموغلوبين جليكا، يعني الخزان ديال السكر 8 بزاف. اييه، يعني تحيله ديال 3 شهور. اييه. نعم، ديال 3 شهور. علاش كتسمى الهيموغلوبين جليكا؟ لان احنا في الجسم ديالنا كيقوم بواحد العمليه سميتها لا غليكاسيون. بالمناسبه لا غليكاسيون هي اللي كتعطينا لي غيد، هي اللي كتعطينا التجاعيد. ملي كتجي لا غليكاسيون كتجي بحال حنا خارج الجسم كتسمى واحد لا رياكسيون كيتسمى تفاعل مياغ او لا رياكسيون دو مياغ. هاد لاغليكاسيون كتجي بين السكر والبروتين، تحليلات بين التفاعلات بين السكر والبروتين كتعطينا لاغليكاسيون، هي اللي كتعطينا اغلب المشاكل اللي الانسان كيعاني منها. بالنسبه للسكر 8 ديال الهيموغلوبين و2.3 نسبه السكر اللي كيلقى 2.3 كيلقى، الوغ بالنسبه لي انا نسبه السكر عاليه. ملي كتكون نسبه السكر عاليه كيتقاسوا داك العريقات الرقاق. في الكلاوي كتسمى لا نيفروباتي، في العينين كتسمى لا ريتينوباتي، وبالتالي وفي القلب كيكونوا دي زاكسيدون، كيكونوا يعني بزاف ديال الامور. علاش ديك العريقات الرقاق؟ الدم يعني كما كنقولوا بالدارجه ديالنا بشكل مبسط كيحرق لنا داك العريقات الرقاق. داكشي علاش اللي عندهم السكر ضروري الناس يمشيو يديروا الكونترول عند لوفطالمو ولا الاختصاصي في الامراض ديال العيون. كتسمى الفوندوي باش كنشوفوا الشبكه واش ديال العين واش كتقاس ولا واش تقاست بادي. الوغ جوج السكر 3 سي نورمال غيتقاس، داكشي اش كنقولوا حنا، الانسان يحاول يرجع للمعدل 1.11، يعني باش يكون هادشي باش كنرجعوا بالدواء وبالحميه التغذيه العاديه اللي الانسان كيدير وبالحركه. ان شاء الله في الحركه ديال الحلقه ديال البنكرياس غادي نهضروا بالتفصيل ان شاء الله، نفصلوا في هذه النقط علاقه بالموضوع ديال اليوم. نعم.
الناس اللي عندهم مرض السكري كياخذوا وخاصة اللي كياخذوا الكيناز لي زونتي ديابيتيك اورو الادو. الوغ اللي كياخذوا لي زونتي ديابيتيك اورو الاخوان الاطباء كيعرفوا هذه النقطة هذه، كيعرفوا باللي هاد الأدوية هذه وكاين حتى بعض الأدوية اللي لاباز ديالها لي ستاتين يعني الأصل ديالها اللي هي مضادة للكوليسترول كتمشي كتبدل لنا الحموضة ديال المعدة وكدير لنا مشاكل على مستوى المعدة. هذه من الأعراض ديال الدواء يعني الإنسان خصو يتقبل هاد النقط هذه. الجميل هو أن الفيتامين B12 فيتامين B12 عنده واحد البروتين واحد العامل واحد الجندي كيتلاقاه في المعدة كيشدلو في يدو كيديه حتى للأمعاء. هذا فيتامين B12 فيتامين B12 فيتامين B12 بالمناسبة سميتو الكوبالامين. علاش فيه الكوبالامين؟ علاش سميتو الكوبالامين؟ لأن فيه الكوبالت عنصر الكوبالت وعنصر الكوبالت اللون ديالو كيعطي اللون أحمر. داكشي علاش بعد بين قوسين ماشي هنا في أوروبا الحمد لله احنا مازال ما وصلناش هادشي. بعض المتهورين اللي كيديروا داك الليبرات ديال فيتامين B12 اللي كيسموهم انترافينوز هي خاصها حياه انترافينوز ما خاصهاش تكون. نهضروا على انترافينوز ولا انتراميسكولار هي ما خاصهاش تكون. كيبقاو يديروا هذا الفيتامين هادوما كنلقاو اللون ديال هذاك الليبره كيكون لون ديال احمر. هذاك اللون ديال فيتامين B12 راجع للكوبالت داكشي كيتسمى الكوبالامين يعني معدن الكوبالت هو اللون ديالو احمر. قلت انايا بالنسبه للناس اللي كيديروا هاد التريتمون هذا كيأثرنا على الحموضه المعده والمعده. داكشي علاش الناس غادي نشوفوا الناس اللي كيكون عندهم مشاكل في المعده الناس اللي كيكون عندهم كاملين اللي عندهم مشاكل في المعده خصهم يديروا الفحص ديال فيتامين B12 لان فيتامين B12 كيجي واحد كيتسمى الفاكتور انترانسيك. الوغ الفاكتور انترانسيك هي واحد الماده بشكل بسيط كتشد لنا فيتامين B12 في المعده كتشدو في المعده وكتبقى غدا معاه حتى الامعاء مي كيتمتص صافي تسالات المهمه ديالها. هذا كيتسمى الفاكتور انترانسيك. مي كيكون الناس كياخذوا هاد لي تريتمون لي زونتي ديابيتيك اورو كياخذوا بعض لي تريتمون كيكون عندهم امراض ديال الجرثومه الحلزونيه مثلا ليكوباكتير بيلوري اللي كتكون في المعده امراض المعده الماكله بزاف هاد الشيء كامل كياثرنا على فيتامين B12. وفيتامين B12 ولا فيتامين B12 الجسم كيدافع عليه يعني اول نعمه غادي نهضروا عليها اليوم هو انه هديه بشرى الجسم ديالنا يخزن فيتامين B12 مده ديال 4 سنوات. نعم استاذ الحليمي غادي نمشيو دائما في التواصل ديالنا مع المستمعين الكرام. هذه المره معنا اسماء على الخط من غفساي. نعم صباح الخير اسماء. صباح الخير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي اسف تنشارك كنشكرك بزاف على هاد الدكاتره اللي كتجيبي لنا وكنشكر الدكتور حليمي وجميع الدكاتره اللي كيجيو في الحلقه ديالك وكنهنئك على التكريم. شكرا لك شكرا لك اسماء. المهم في الوقت حبيبه ديالي بغيت نقول للدكتور على انني درت شي تحاليل كان الشعر ديالي كيتساقط مشيت عند الدكتور ديال الجلد لقيت على ان عندي لوفيرسيريك 43 ولقيت بان الهيموغلوبين 10.8 والام ار تي اي 3.74 والام ار كونكريت 34.30 داكوغ. ودرت تحاليل فيتامين دي تا هو ولقيت عندي 14.6. اعطاني الطبيب واحد الدواء فيه الفيغ والبيناف ومهم كان اخذ دابا حبه كل نهار عطاني المده ديال شهرين انا دابا يلاه خديته المده ديال المهم عاد بديته مازال ما كملتوش وعطاني واحد الحلاد الساعتين مازال ما درتهاش. واللي بغيت نسول الدكتور اللي بغيت نقول الدكتور هو انني انا دابا هذه مده تقريبا ديال عامين وانا متبعه النظام الغذائي ديالو بحذافيرو كنطيب في الطين خضيره البلديه المنحه الحيه الخضره شلاضه كناكل قطميه الدجاج البلدي البيض البلدي انا والاسره ديالي كامله. الغلط الواحد يمكن اللي مازال دايره هو ان الزيت مازال كنديرها في البلاستيك لحقاش خديت 4 الخوابي كلهم في الكوكيسيلو اللي تعرفني قلبتهم للبلاستيك انا ما عاود نشوف شي حاجه تكونوا مزيانين. ايوا وحاجه واحده اخرى الله يعطيك الصحه دكتور عندي واحد الطفل كنت رضعته عام و 8 شهور دابا هو عنده عام و 10 شهور فاش شيت له الرضاعه الطبيعيه رجعت كنعطيه حليب الماعز واش ما فيه حتى شي مشكل لحقاش الاب ديالو انسيستي لانه خصو ضروري ياخذ الحليب.
كنقول له راه البيض كافي، كيقول لي لا والو الحليب ضروري. المهم شفت له واحد السيده هنا حدانا حنا في المنطقه ديال الغفايه، المهم واحد المنطقه جبليه رائعه عندكم تما، عندكم عندكم فعلا عندكم منطقه رائعه اللي فيها المعيز وكيرعى اعشاب اللي هي اعشاب كيرعى. واحد السيده كنخدم عند واحد السيده كنمشي لعندها فيديو، دابا هي الله يجازيها بخير كتجيب لي كل نهار غير سيطره القياس لحقاش، هي غير كتربي كترعي وصافي ما كدير لا الف لا شي حاجه. ايوه واحد الحاجه واحده اخرى دكتور، انا كنت كنوزن 85 في ظرف هاد العامين، ملي تبدلت الوزن النظام الغذائي رجعت كنوزن 67. ما شاء الله هادشي بوحديتك اسماء. المهم كنتبع النظام الغذائي ديال الدكتور بحدا فيرو، منها انني كنتمشى في الصباح وكنخرج عاوتاني في العشيه. المهم الماكله اللي ما دايره في القله كان ما ناكلش الديسير مور الماكله، كان ناخذ الوجبه ديال الديسير ديالي مع العشرة الصباح، كناخذ الكرموس، كناخذ التمر القرقع في العشيه مع الخمسه. كندير رفيسه بالربيع ديالنا هنايا، عندنا الكحيله بجرامان الزعتر فلي وكنديرهم مع السميده وكنرفس بالزويته بلديه وكناكلهم في العشيه. مهم العشاء ما كنفوتش تويه هكا 7:30 8 ماكسيموم كنكون كليت العشاء ديالي. والنعاس كنعس 9:30 10 ماكسيموم كنكون ناعسه في 10، وفيق كنفيق الحمد لله مع الفجر. انا وعندي واحد الوليد صغير حتى هو كيفيق لي بكري ضروري كنوض معاه. والحاجه الوحيده اللي بغيت نسول عليها ثاني عاوتاني الدكتور، واش هذا اللي انا كندير اللولب واش يكون عنده علاقه اللولب مع هذا النقص ديال الحديد اللي لقيت عندي؟ ايوه. ونسول واحد اخر على انني انا محيده في الحلقه ديال المره، راه عيت نتصل بكم نهائيا ما شدليش الخط. عندي مره راه حيدتها هذه 10 سنين كان عندي، نقول اذا 20 عام ديك الساعه انا في السن ديالي 30 سنه. واخا واش ذاك المره راه عندها علاقه حتى هي بفقر الدم تقدر تكون هي السبب انها ودارت؟ غير سمحي لي سؤال اسماء، اللولب واش عامله العادي ولا ذاك الهرموني؟ اش من نوع ديال اللولب؟ لا غير العادي، انا العادي. مده 20 وانا دايره. ايوه واضح اسماء، ان شاء الله نجاوبوا على كل الاسئله ديالك وشكرا لك وصلتي معنا من غفساي. اذا هي مجموعه ديال التساؤلات استاذ الحليمي نجاوبوا عليها بالنسبه لاسماء من غفساي. نعم، هو اولا منطقه ديال غفساي نعم منطقة رائعة، فيها فعلا فيها الناس كيربدوا المعيز، وفيها زعما المغرب فيه واحد التنوع زعما رائع جدا. الناس هادو ما عندهم اسباب انهم ياكلوا مزيان. هنا لا غفساي ولا قرسيف ولا المنطقة هاد المنطقة كاملة الناس عندهم اسباب انهم ياكلوا مزيان، غير كما كنقولوا على ما هداهمش الله. 10.8 ديال الهيموغلوبين ناقصة. هنا يعني يعني باغ ديفينيسيون يعني داخلة في التعريف ديال انها عندها فقر الدم 10.8 ديال الهيموغلوبين. واخا باش الناس يعرفوا راه كاين 200 250 300 سبب ديال فقر الدم، ما تقدرش تعرف خصك تمشي عند الطبيب هو اللي يحدد لك شنو المشكل اللي عندك ولكن حنا نرجح بعض المرات بعض الاسباب اللي ممكن تكون، بحال مثلا الاخت دايره اللولب. الناس اللي كيديروا اللولب والناس كما مشكوره استاذه عفاف على هذه النقطه، لان كاين اللولب العادي وكاين اللولب الهرموني. كيردوا البال حنا كنهربوا من الهرمونات كنطيحوا في الهرمونات. الوغ ممكن يكون بعض المرات نزيف، بعض المرات الناس كيستهلوا به، الوغ مين نديروه ضروري يكون واحد الكونترول، ضروري يكون واحد الكونترول. النقطه الثانيه هي اولا هي نقصت 18 كيلوغرام. نعم وما شاء الله بوحدها يعني وفي ظرف عامين يعني حتى المده معقوله سنتين. نعم شوف احنا ممكن نقصوا الوزن ديالنا بدون اي تدخل، هذه خص الناس يعرفوها. راه ممكن نديروا داك الشيء، شوف هو ماشي ضروري تقبلك واحد الكليه ولا واحد المدرسه باش تمشي تقرا الجسم البشري. نعم هادشي اللي بغيت انا المستمعين يفهموه. الجسم البشري ملي كتمشي تشري واحد عفوا تلفزيون، قبل ما تشعل داك التلفزيون كتشد داك الكتيب، هذه هادشي اللي خاصو يدار، الثقافه اللي خاصها تكون. وتقرا الكتيب كيفاش هذا الجسم ديالنا، انت عندك جسم ما كتعرف عليه والو، هادشي ماشي معقول. يعني ماشي ضروري تنتقبل انا في واحد الكليه باش انني نولي نقرا لا بيولوجي، باش انني نولي نقرا لا فيزيولوجي، باش انني نولي نقرا لا اناتومي. الجسم ديالنا كنقول للناس بلا ما تحمقوش راكم بالاسماء، ما تعقلوش على الاسماء، عرف عا كيفاش الجسم، خذ فكره على الاذن، خذ فكره على اللسان، خذ فكره على الكبد، خذ فكره. هادشي اللي كنبغيو نعطيو للناس، مين يتجبد الكبد مثلا، حشومه نكونوا جالسين 10 الناس وتجبد مثلا موضوع الكبد وما تلقى ما تقول. حنا كنعطيو للمغاربه غير الجسم ديالنا نعرفوا عليه داك الشيء بسيط، الدم ديالنا كيتصنع في وسط النخاع العظمي، فيه ثلاثة الأنواع، فيه كريات حمراء، كريات بيضاء، فيه الصفائح،
وكيحتاج فيتامينات، منها فيتامين بي 12 اللي كنهضروا عليه اليوم، منها فيتامين بي 9 اللي غادي نهضروا عليه. فقر الدم ماشي هو مشكل ديال الحديد، لان قصه ديال ذو القرنين، ذو القرنين ما بناش، لان الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص. ذو القرنين ما بناش السد بالحديد بوحده، بناه بالقطر الحديد والنحاس. مين يقولوا فقر الدم؟ فريق عمل ديال الدم، فيتامين بي 12، فيتامين بي 9، اي حاجه نقصات غير شويه غير شويه. انا بالمناسبه فيتامين بي 12 كنحتاجو دي ميكروغرام، ماشي الكيلوات ولا هادي، كنحتاجو دي ميكروغرام، والجسم ديالك كيخزنو ربع سنين. فيتامين بي 12 باش تنقص لك خاصك ربع سنين الجسم كيخزنو، واخا. الوغ حنا بالنسبه فريق عمل الفقر الدم ماشي حديد، حديد، النحاس، فيتامين سي، فيتامين بي 12، فيتامين بي 9 وعناصر اخرى. الكالسيوم ماشي غير الكالسيوم بوحده، البي تي اش، الفاغاتورمون، الفيتامين دي، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور. حنا صافي كنقولوا هشاشة عظام كالسيوم، فقر الدم حديد، ديبرسيون مغنيسيوم، وهاد الاشياء هذه عارفكم حنا من العنصر بوحده. لا، فقر الدم عنده بزاف ديال الاسباب، 200-250 سبب. بالنسبه للاخت ضروري تمشي تراجع الطبيب ديالها، 10.8 ليموغلوبين ناقصه، الوزن اللي ناقصته ممكن نديروا داك الشيء كامل راسنا في المنزل ديالنا. الا كنت شي حاجه غنعرفها نعرفها على الجسم ديالي، كيفاش الجسم ديالك انت عايش به، عايش به 70 عام وما كتعرفش عليه حتى شي حاجه. هذا بالنسبه لنا راه ما طبقتيش القاعده الالهيه اللي قالها الله سبحانه وتعالى. اول كلمه انزلت في القران هي اقرا باش باسم ربك الذي خلق. يعني شدوا العلوم جيبوها، ولكن خصها تكون عندنا، نزيدوا نجتهدوا فاش في لادابتاسيون، في التكييف ديالها مع حنايا كمسلمين. ان شاء الله في الحلقه الجايه غادي نهضروا على واحد الشيء رائع جدا، هو طريقه الدوره الدمويه والتطابق ديالها مع الدوره ديال الحاج في مكه المكرمه، بالتدقيق بكل ما تحمي الكلمه من معنى. بالنسبه للاخت نقصت الوزن، عطات راسها اسباب، الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى وكيرجع لنا هي في المرتبه الثانيه. حنا فقط نرشد. الا كانت غتشكر شي واحد، تشكر الله سبحانه وتعالى وتشكر راسها، لان خصنا نهضروا مع راسنا، لان دائما انا كنقول من بعد المحنه منحه، دائما ملي كدوز محنه كتاخذ منحه. ناس لان المحنه في الاكل ماشي كبيره، ماشي ما كتاكلش، كتصاوب هي. شنو قالت الاخت؟ لخصات الحلقات اللي هضرنا عليهم هذه شحال حنا كنهضروا. كتنعس بكري، كتاكل مزيان، عايشه في كرسي في غفصاي، غفصاي منطقه فيها الاكسجين، فيها الغطاء النباتي مزيان، فيها لا 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 مثلا ماعز، فيها اللحم اللي هي مزيانه، ممكن الانسان ياخذها مره مره. ومن هنا غنعرج مباشره على السؤال ديالها، ديال الطفل ديالها اللي عنده عام وست اشهر. الحليب ديال الماعز جيد مادام هي قالت ما كيعلفش. المعيز كما كنقولوا واحد الدارجه ديالنا مفشش، ما عنده هو والجمل. انا كنقول للناس عافاكم، الجمل ما تعطيهوش العلف، راه ماشي الماكله ديالو. الماعز ماشي الماكله ديالو. الماعز شنو كيدير؟ كيطلع فوق الشجره، وفوق الشجره كاينه داك العويدات، وكيطلع في الروس ديال داك العود. شنو باش ياخذ؟ باش ياخذ احسن ما كاين في داك النبته. الناس كيعرفوا باللي المعيز ما عندوش مع الارض، كيطلع كيتسلق. علاش؟ لانه يعني كيسيليكسيوني، كيختار باش ياخذ اي حاجه. انا المعيز بالنسبه للحليب غير تغليه مزيان، واخا تغليه مزيان. حتى حنا الحليب كيقول لك، الحليب ملي كتجيب الحليب الماعز ولا هادي كيقول لك راني صافي طبت. باش كيفيض؟ المغاربه معروفين الا خليتي الحليب واحد المده فوق البوطه غيفيض لك. مين يقرب يفيض كنزلوه، كيكون ديك الساعه ونعطيو للطفل، نخليوه تيبرد ونعطيوه للطفل. هذا جواب مباشر، ما كاينش مشكل. نعم، واخا. في تواصلنا دائما مع المستمعين الكرام، هاد المره غادي ناخذوا محمد على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير محمد. محمد صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. مشكورين على هذا البرنامج. العفو، مرحبا. شفت نسمو الدكتور مدام ديجا حيدت لي بوفيز. نعم، محيد كاع حيد عندها. محيد وي. دابا كتاخذ لي دروكورتيزون، دابا افي لي دروكورتيزون ولي فوتيروكس. نعم، بلا ما تقول عفوا بلا ما تقول عفوا. كتاخذ ديال الغده الدرقيه، الدواء ديال الغده الدرقيه، والدواء ديال لا كورتيكوثيرابي. لي كورتيكوثيرابي هذا كتاخذوا دو فوا بار جور، مع الصباح مع الليل. ودابا الطبيب كيقول لها راه غير عادي، ماشي زعما دواء طبيعي.
شفرات الهيدرو يقولها بأنه طبيعي ما عندوش عواقب ما عندوش ديزيفي سوكوندير. الكودوت شنو هادو هادو لي كورتيكويد على هاد الهيدرو داكور يعني لي كورتيكويد بالنسبه للدواء الطبيعي ما عندوش شي مضاعفات. قال لها بانه دواء طبيعي واش ما عندوش ديزيفي سوكوندير لان هي دابا ولات كدرها المعده كدرها الراس كدرها الراس وهو كيقول لها لا انا لو تريتمون سي هذا الدواء طبيعي سي تو الكورتيزون. نعم واخا واخا محمد شكرا لك تواصلتي معنا. العفو يا رب. شكرا لك محمد تواصلتي معنا. تفضل استاذ الحليمي. نعم هو الكل يتفق كنظن استاذ عفاف راه غتكونوا تشرتوا له هذه المساله في البرامج. نعم هو ان لا كورتيكوثيرابي عندها دي زيفي سيكوندير اكيد. الوغ لا كورتيكوثيرابي عندها دي زيفي سيكوندير خصنا يحفظوها. الناس باش يفهموا شنو هي لا كورتيكوثيرابي. هو الكورتيزون يعني احنا عندنا الكورتيزول هو هرمون ديال القلق. كتكون مثلا مقلق ديما هذا هو المشكل اللي عندنا. الكورتيزول بزاف طالع في الجسم ديالنا. ملي كيكون عندك الكورتيزول في داكشي الرسول صلى الله عليه وسلم هضر عليها ثلاثه المرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب. عندك الكورتيزول عندك جميع المشاكل اللي هو لانه هو ملي كيطلع فوق لا دوز ديالو اللي خاصها تكون ان كل شيء خلقناه بقدر كيولي انفلاماتوار. الكورتيزون الجسم كيصنعو بالنون الوغ الكورتيزون الجسم كيصنعو ولكن كيصنعو بواحد الكميه معقوله. انت بهذا القلق ديالك طلعتي الكورتيزول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا كتخوالك الباتري. شنو هي الباتري ديال لوكور ديالنا حنايا؟ البطاريه ديال لوكور ديالنا هي لي غلوند سورينال لان هما اللي كيعطيونا الكورتيزول. وهو ملي كيجي الكورتيزول وكيتصاوب من الكوليسترول النعمه اللي حنا رديناها نقمه. الوغ انت مع القلق ديالك ما بقاش عندك الكورتيزون ايبويزمون ديالاش ديال لي غلوند سورينال ديال الغدد الكظريه. ان شاء الله غادي نهضروا غادي نهضروا عليهم. الغدد الكظريه هي واحد الغدد كتكون فوق الكليه كتسمى فوق الغدد فوق الكلويه ولا الغدد الكظريه. مي ما كيبقاوش كيضطر الطبيب لان انت عندك الكورتيزون اللي هو انفلاماتوار خصنا شي حاجه اونتي انفلاماتوار هو الكورتيزون. داكشي علاش كما كنقولوا بالدارجه ديالنا حنايا كتكون دقه بطله. داكشي علاش ملي كياخذوا الناس لاكورتيكوثيرابي كيقول لك راني مزيان. علاش؟ لان الجسم ديالنا كيصنع الكورتيزون. ولكن كنظن انا الاخوان المختصين كاملين متفقين ان لاكورتيكوثيرابي ما خاصهاش تفوت واحد المده. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه عندها مضاعفات. وانا كنقول الناس لاي واحد كيدير لاكورتيكوثيرابي حنا ماذا بينا الانسان واخا ما يكونش كيدير لاكورتيكوثيرابي يدير هذه النقط. ولكن الناس اللي كيديروا لا كورتيكوثيرابي ثلاثه د النقط غذائيه لان انا من واجبي ان نهضر على الجانب الغذائي. اخواننا هما اللي خصهم يهضروا على الجانب الطبي. الجانب الغذائي ثلاثه د الحوايج. لا كورتيكوثيرابي كتقيس لنا الكالسيوم اللي كاين في العظام سو كي في خاصك المصادر ديال فيتامين دي فاش انسان اشعه الشمس ما يكونش لو ستريس لان لو ستريس هو اللي ينقصنا من الفيتامين دي. خاصنا كالسيوم بيو ديسبونيبل فين كاين؟ كاين في الماء كاين في الخضر كاين في الفواكه كاين في التمر كاين في الشريحه كاين في الزبيب جو بونس هاد الاغذيه كاملين كاينين في المغرب. شحال كتحتاج؟ 800 ملغرام 600 ملغرام ديال الكالسيوم اللي كتاخذ هاد الشيء كتاخذ 1000 ملغرام ديال الكالسيوم كتاخذ 1 غرام. الوغ موبيليزاسيون ديال الكالسيوم كياثرنا على العظام هذه لا كورتيكوثيرابي سو كيفي خاصك تاخذ هاد الاغذيه هادو ويكون عندك نمط عيش اللي هو جيد. حنا كنحرقوا المعادن في الجسم ديالنا غير بالقلق غير فيتامين دي كتنقص باش غير بالقلق. النقطه الثانيه هي انها كدير لنا لا ريتونسيون ادريك الجسم كيشد عنده الماء كطلع لنا الضغط الدموي معنات ماشي غير الملح. ملي كنقولوا الضغط الدموي المغاربه حفظوا الملحه هذه صافي متفقين عليها شي حاجه اللي هي بديهيه. المواد المصنعه كامله فيها نسبه الصوديوم الجسم كيدير ريتونسيون ادريك. لا كورتيكوثيرابي خاصك تنقص من المواد المصنعه ماذا بينا ديرها واخا ما يكونش عندك هذا المشكل. النقطه الثالثه هي انها كتقيس لنا نسبه السكر وخاصه الانسولين لان احنا لي هرمون مرتبطين ببعضياتهم بحال مثلا لابيلول. لابيلول ملي كتاخذها لا فام الا مشيتي النوتيس ديالها ذاك الورقه ديالها كتلقى بلي انها ممكن تسبب لك سكري. علاش؟ لان الهرمونات مرتبطين ببعضياتهم هذا شد في هذا
الوغ لا كورتيكوثيرابي كتقاسلنا الانسولين ممكن دير لك ارتفاع نسبه السكر معناتها خاصك تحيد السكر تماما ملي كنت كدير لا كورتيكوثيرابي وتنقص من الحلويات الوغ ثلاثه النقاط تنقص من الحلويات نقص من نسبه الصوديوم المواد المصنعه وهادشي اللي كنهضروا عليه ديما وتاخذ هذه الاغذيه هذه وتخرج اشعه الشمس وتنقص لا 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 واكيد المضاعفات كنقولوا حنا شر لا بد منه كنقصوا منها فقط نقطه اخيره هو ان ملي كتكون هاد لي تريتمون كيعطيونا مشكل في لاسيديتي او نيفو ديال لاستوما على مستوى المعده المعده الا كان فيها مشكل اي واحد عافاكم عنده مشكل في المعده يمشي عند الطبيب يدير الفحص ديال فيتامين بي 8 بي 12 حيتمو هادي الوغ لي دوز كيكونوا مسخارين 400 800 نانو غرام اللي خاصها تكون في الجسم ديالك راه كاين الناس اللي كيهضروا على 150 200 عاديه 150 200 عاديه في النانو غرام ديال فيتامين بي 12 ماشي عاديه الوغ خاصها تكون عندنا من 400 الفوق 400 500 800 نانو غرام جيد جدا لان الجسم كيخزنها الناس غادي تقولوا هنا غنعرجوا مباشره على بعض النقاط اللي غنهضروا على الفيتامين بي بي 12 التركيبه ديال فيتامين بي 12 هي اكبر تركيبه لا تعقيدا ولا حجما في الفيتامينات الجسم عارف الاهميه ديالها كيصوب منها واحد السائل حيوي سميتو الدم الجسم كيحافظ عليها باقصى الوسائل كيخزنها الكبد كيخزن فيتامين بي 12 لمده ديال 4 سنوات فيتامين بي 12 يدخل في تركيب النواقل العصبيه فيتامين بي 12 عنده دور كبير في تماسك لاميلين تسمى لاغين دو ميلين لاغين دو ميلين شنو هي الماده الدهنيه اللي كتغلف بحال داك الكابل ديال الضو كتغلف لنا الخلايا العصبيه فيتامين بي 12 مهم جدا في ليماتوبويز هي اللي كنهضروا عليها صناعه الدم هذا السائل الحيوي فيتامين دي اكثر من هذا تتدخل في صناعة المادة الوراثية اللي هي الأ دي إن كتحتاج الخلية في الميتابوليزم ديالها داكشي علاش حنا نعرج مباشرة علاش على أن فيتامين بي 12 كتستعمل كاين بعض الناس اللي الله يهديهم كيستعملوها في الدوباج يديروها في هاد المواد اللي هي كتسماو اللي هي لي برودوي دوبون ألوغ هاد لأن هي تعتبر ضمن ما يسمى بعوامل النمو دي فاكتور دو كروسونس الوغ كاينين ثلاثة شركات في العالم اللي كيصنعوا فيتامين بي 12 95% من المنتوج كيديوه للمواشي فيتامين بي 12 تستعمل كعامل نمو عند المواشي زائد 5% كيستعملها الكائن البشري وهذا فيتامين بي 12 اللي كاينه في العالم كامل دابا سانتيتيك الناس اللي كيديروا هاد المسائل هذه كامله الناس يردوا البال يعني لا برودكسيون مونديال ديال فيتامين بي 12 تقريبا في 2008 كانت 35 طن الوغ كتستعمل بزاف ديال الامور الجميل شنو هو؟ هو ان هاد فيتامين بي 12 البكتيريات في الامعاء كتصوبها عندنا كتصوبها ولكن بهاد الظروف اللي كاينه دابا خصنا نعرفوا فيتامين بي 12 فيتامين بي 9 فيتامين بي 6 كلهم كتصوبهم البكتيريا فيتامين كا اللي هو مهم لاكواجيلاسيون تخثر الدم كلهم كتصوبهم البكتيريا ولكن البكتيريا بهاد النمط اللي كنعيشوا دابا ما بقاتش كتصعبوا سو كيفي خاصنا نجيبوه من الاكل ونجيبوه من مصادر اللي هي خارجيه نعم غادي نمشيو الى سمحتي استاذ الحليمي لبعض من الرسائل ديال الاس ام اس باش نوازنوا ما بين المكالمات وما بين رسائل ديال الاس ام اس فمعنا رساله من عند مستمع كيقول لك الله يخليك استاذ الحليمي بغيت نعرف واش الحلبه يعني لما كناخذوها بشكل عادي في الرفيسه كنديروها في المسمن كنسمو بها الخبز بعض المرات واش كتاثر على الفيتامين بي 12 او لا والحلبه واش كتجري الدم نعم جيد هذا السؤال اولا الحلبه المصطلح سميت الحلبه لانها تدر الحليب نعم هادشي علاش سميتها الحلبة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن الحلبة الناس كيقولوا كتزيد في الوزن هذا المصطلح كنسمعوه بزاف كيقول لك أنا بديت كناخذ الحلبة كتزيد في الوزن هو كغذاء ما كيزيدش في الوزن ولكن كمفعول كيزيد في الوزن علاش؟ لأنها تحسن الامتصاص الأمعاء ديالك كيتم تحسين الامتصاص على مستوى الامعاء والجسم ديالك كيولي كيمتص بزاف وكيمشي كياخذ بزاف ماشي الحلبه بحد ذاتها ولكن المفعول ديال الحلبه لان احنا دائما خصنا نفرقوا بين الماده والتاثير ديال الماده غير الحلبه عافاكم نردوا منها البال لان ملي كناخذوها بزاف كطلع لنا الجاما الجي بي تي والجي او تي يعني الالات والاسات لي ترانزامينات ديال الكبده يعني الانزيمات ديال الكبد داكشي اش كنقولوا احنا الاعشاب الانسان هي اولا اعشاب تسمى اعشاب غذائيه ماشي اعشاب طبيه كل اعشاب هي اعشاب غذائيه
السانوج ولا حبه حلاوه ولا النافع ولا الا هادشي كانوا كيديروا الناس في الخبز ماشي كوصفه ما كنهضرش انا كوصفه كنهضر كتحضير الناس كيديروا في الخبز الناس خصهم يعرفوا في اوروبا اوروبا ما كيعرفوش السانوج ما كيعرفوش حبه حلاوه ما كيعرفوش النافع ما كيعرفوش الا ماشي يهضروا عليه حنا هادشي كاين غير في هاد البلد هاد النقطه الرائعه اللي كاينه فوق الكره الارضيه اللي هو المغرب هادشي هذا راه كنز ديالنا حنايا واخا الوغ بالنسبه للحلبه وعلاقة فيتامين بي 12 جيد علاش لان يعني تحسن امتصاص فيتامين بي 12 انا قلت انا فيتامين بي 12 كيشدوا واحد الفاكتور انترانسيك كاين في المعده كيهزو كيديه للامعاء اذا كانت عندك الحلبه الحلبه تنشط عمل الامعاء تتحرك لما يسمى بالبيريستالتيزم شنو هو البيريستالتيزم هو الحركه الدوديه ديال الامعاء لان الامعاء باش كتزيد الاكل عندها واحد الحركه دوديه كتزيد الاكل هذا البيريستالتيزم يتحكم فيه شنو الجهاز العصبي اللي كنسميوه حنايا السامباتيك والباراسامباتيك الحلبه من الاغذيه اللي ولكن ملي كنهضر على الحلبه كنهضر مره في الرفيسه كنهضر مره نديروها الا كان الناس بعض مره كيديروها في الخبز بعض مره هذه مره ماشي بواحد الشكل وصفه ماشي على شكل هذا بين قوسين هاد التخليطات اللي ولينا كنديرو نعم واخا نمشيو لاس ام اس اخر هاد المره من عند سعيده كتقول حامله في 5 شهور وقال لها الطبيب على انه عندها نقص فيتامين بي 9 وكتسولك استاذ الحلمي واش الناس اللي عندهم نقص فيتامين بي 9 كيكون عندهم كذلك نقص في فيتامين بي 12 واش هما مرتبطين نعم سؤال مهم هذا الوغ حنا الصناعه ديال الدم على مستوى ما يسمى ليماتوبويز او صناعه الدم في النخاع العظمي كتحتاج فيتامين بي 9 وكتحتاج فيتامين بي 12 داكشي علاش المرأة الحامل اللي كتمشي عند الطبيب ديالها كيوصف لها الحديد لأنه يعني كاين احتمال اليوم في هذا العصر أنه ينقص الحديد لابد وكيدير لها وصف كيعطيها الفيتامين بي 9 على شكل مكملات غذائية علاش؟ لأن شوف الله سبحانه وتعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر غير فيتامين بي 9 ياك غير فيتامين بي 9 إلا نقص لك الجنين كيكون عنده واحد المرض كيتسمى سبينا بيفيدا يعني في لو تيب نورال ديالو مشكل على مستوى الجهاز العصبي فقط هذا فيتامين بي 9 الوغ فيتامين بي 9 عنده علاقه بفيتامين بي 12 عنده علاقه بالحديد عنده علاقه بالنحاس وعنده علاقه بالفريق عمل كامل لان مثلا انا كنشتغل معاك في واحد البيرو بين خمسه الناس كنشتغلوا بيان سور غتكون علاقه بيني وبينك علاش لان كيكون انتاج علاقه ديال العمل علاقه الوغ ما يمكنش يكون مشكل فيتامين بي 9 وما يكونش فيتامين بي 12 الوغ فيتامين بي 12 ولا فيتامين بي 9 ولا الحديد ولا النحاس ولا فيتامين سي هذا كامل فريق عمل ديال صناعه ديال الدم والمحافظه عليه الوغ الا تقاس واحد من هذا الفريق عمل كيكون مشكل في الاخر الوغ شوف حنا الحمد لله فيتامين بي 9 كاين في اي حاجه خضراء غادي نديروا عليها حلقه خاصه ان شاء الله فيتامين بي 12 عادة ما تردد واحد المعلومة هو أنه من مصادر الحيوانية خاصنا ناخذ مصادر الحيوانية يوميا هذا خطأ ألوغ حنا عندنا الجسم يخزن مثلا إلى غير نفترضوا مثلا هذا الشخص ما كلاش اللحم تجا العيد الكبير الجسم كياخذ كي الحاجيات ديالهم فيتامين بي 12 ماشي حاجيات يومية أقول ماشي حاجيات يومية واخا وكيخزنوا فوقاش عيبان عندك المشكل حتى ما تاكلش اللحم 4 سنين هكا خص يفهموها الناس أنا حنا كنقولوا حنا لا نشجع النظام الحيواني لا نشجع النظام النباتي نحن نشجع النظام الغذائي البشري ما حنا لا نحرم ما احل الله اللحوم والاشياء ياخذوها الناس ولكن ان كل شيء خلقناه بقدر ما نقولش انا الناس يكونوا نباتيين ما نقولش الناس انا يكونوا الاغذيه الحيوانيه الوغ فيتامين بي 12 كاينه في البيض البلدي كاينه في اللحم ديال الدجاج البلدي كاينه في اللحم ديال المعيز كاينه في لحم الجمل كاينه في هاد الاغذيه وحتى الحيوان اللي كيجيبها البكتيريا اللي كتصنعها له في الامعاء ديالو معناتها الا كنتي الحيوان ما كتعطيش الياف غذائيه لانه هو كيصنعها من الالياف الا كنتي كتعطي شي حاجه اخرى راه واخا تاكل داك المصادر الحيوانيه راه ما غاديش يكون عندك نقص فيتامين بي 12 هادشي كيوقع كتسول الناس كيمشي كيقول له شنو كتاكل كتلقاه كياكل اللحم يوميا وهكاك عنده يعني فيتامين بي 12 مصدر حيواني الوغ مادام كياخذ هذا الشيء اللحم يوميا معناتها ما يكونش عنده نقص فيتامين بي 12 ولكن عنده نقص فيتامين بي 12 علاش؟ لان عنده مشكل امتصاص على مستوى الامعاء وحتى ذاك اللحم اللي كياخذها ما كتاخذش اعشاب باش انها تصنع فيتامين بي 12 تقدر ما تكونش في اللحم ديالها نعم
غادي نمشيو لاخر اس ام اس معنا استاذ الحليمي كذلك من عند مستمعه كتقول شكرا لكم على هذا البرنامج. انا حامله وقال لي الطبيب على انه عندي مشكل ديال التهاب الكبد الفيروسي. قال لي انه الفيروس مازال ناعس يعني ماشي في حاله اللي هي نشيطه. وكتقول دابا ما اكتشفته حتى الفتره ديال الحمل مع التحليلات. فشنو النصيحه اللي يقدر يعطيني الاستاذ الحليمي؟ الله يخليكم. نعم هذا كيجرنا للحديث عن الكبد. في الدوره والدم كيتصنع في النخاع العظمي كيدخل الدم. الدم قلنا فيه كريات حمراء. شحال مده الحياه ديالها؟ 120 يوم 4 شهور. لي بلاكيت شحال مده الحياه ديالهم؟ 7 ايام. الكريات البيضاء شحال مده ديال الحياه ديالهم؟ نهار. الكريات البيضاء كيدوزوا نهار في الجسم كيتجددوا. لي بلاكيت 7 ايام. الكريات الحمراء لي جلوبيول روج 120 يوم 4 شهور. هاد الكريات الحمراء مي كتسالي المهمه ديالها وادات الرساله ديالها على اكمل وجه. والجسم كيصنع هاد الكريات الحمراء كي بعد مره الكريات اللي هما ديفورمي الخلايا المنجليه. عندنا خلايا كتكلف بهذا الشيء هذا. يعني الجسم هو مخلوق متوازن يعني واحد الدرجه كبيره بزاف. هاد الكريات الحمراء سالت المهمه ديالها في الجسم ديالنا. شنو غدير؟ خاصه صافي سالت المهمه ديالها كتموت 120 يوم. ولكن قبل ما تمشي الاقتصاد ديال الجسم كيطالب منها الجسم انها تحط داك العناصر اللي غيحتاجها الجسم ومنها الحديد. الجسم كيحتاج عندك حديد. انت صافي سالت المهمه ديالك عطينا داك الحديد نشتغلوا به. كتجي الكريه الحمراء كتمشي للاغات كتمشي للطحال. في الطحال تما كيتم التكسير ديال هاد لان الهيموغلوبين لام يعني الحديد وهي مكونه الجسم كياخذ منها الحديد وكيصيفط البيليروبين. البيليروبين هي الصفراء. داكشي علاش ما كيكونش شي واحد عنده مشكل في الكبد في تحويل البيليروبين كيبان عنده بوصفه هذيك الماده الصفراء. كيحطها الجسم في الكبد كيشدها الكبد ثلاثه الحوايج. كيصنع منها لابيل كيديها الفيزيكول بيليا كيديها المراره. كتبقى جوج حوايج كتبقى نص كيخرجوا بعد النسبه كيخرجها عبر ما يسمى بشرف الله وقدركم وقدر المستمعين البول. والنقطه الثانيه كيخرجها عبر الخروج الكبير اللي كيسميوه. انا هذا الشيء هذا كامل كيجي منين؟ هذا انا شوف الجسم كيفاش شوف الكريه الحمراء كيفاش خدمت الجسم. 120 يوم هي كتخدم الجسم 4 شهور هي كتخدم الجسم وما يبغات تمشي خلات لنا الحديد اللي غنحتاجوه. شوف الروعه ديال الجسم. شوف الطريقه كيفاش الجسم كيفكر بها. يا ريت لو كان الانسان ياخذ اش كنقول انا للناس عرفوا الفيزيولوجيا لان منها كنستافدوا منها كنطبقوا شي حوايج في الحياه اليوميه ديالنا ومنها كنقربوا الايمان ديالنا لله سبحانه وتعالى كنتقربوا لان كنشوفوا الخلق رائع جدا. في نقطه اخيره بالنسبه للناس اللي ردوا البال لفيتامين بي 12 الناس اللي عندهم اللي كيديروا دي ريجيم ديزيكيليبري هادو الناس اللي كيبقاو يجتهدوا في هذه الحميات اللي كاينه دابا. الناس اللي كيحيدوا واحد الطرف من المعده. الناس اللي كياخذوا بعض الادويه منها اللي كتكون لاباز ديالها لي ستاتين يعني ديال الكوليسترول. الناس اللي كياخذوا لي زونتي ديابيتيك اورو بعد التريتمون بعد الادويه. الناس اللي كياخذوا التريتمون ديال لاكوت واحد التريتمون راه معروف المرض الزلاقي عفوا المرض الصبع الكبير النقرس. الناس اللي عندهم لي غاستريت. الناس اللي عندهم مشاكل في الامعاء. الناس اللي عندهم كونسير. الناس اللي عندهم لي مرضي انفلاماتوار سيرتو ديال لو تيب ديجيستيف خاصه المعده. الناس اللي عندهم الباراسيتوز هما كاملين يردوا البال للفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 هي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. بشكل بسيط كناخذوها في الاكل ديالنا والجسم كيخزنها وهذا هو الجميل. الجميل هو ان فيتامين بي 12 يخزنها الجسم ان شاء الله. للحديث بقيه تذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء. المرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. ودائما هي اجمل عباره بها كنختموا لقاءنا معاك الاستاذ محمد الحليمي وان شاء الله موعد جديد غادي يلاقينا الاسبوع الماجي يوم الاثنين في برنامج صحه وسلامه. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد. كانت معكم وراء الميكروفون صابر فوندا رفقني في الاخراج وسامحه الشوبي. مشكوره كانت في استقبال مكالماتكم. يوم جمعه مبارك ان شاء الله كنتمنوه للجميع.